ليلى. أنا ليلى. سيبي فريد على حريته وبطلي تعملي عليه أم. خايفة يا راند عليه، وبعدين فريد دلوقتي طول النهار في الشارع، والمشاكل اللي بيقابلها كل يوم لوحده. مشاكل ايه؟ مش معاش المرحوم زي ما هو؟ ايه اللي ناقص؟ الموضوع دلوقتي ما بقاش موضوع فلوس. فريد طول النهار بره، يا اما بيرجع البيت يفرغ شرايط يا يفتش في مراجع، وقته كله ما بقاش ملكه. برده كان شايل عني حمل كبير قوي. سيبيه يخرج بره الازمه اللي هو فيها، سيبيه يواجه نفسه، سيبيه يعمل حاجه هو عايزها. لو كان هاني بس ما وجهش اهتمامه للموضوع ده، يمكن كان فكر بطريقه تانيه. لعلمك شغلته دلوقتي احسن من شغله المطاعم. صدقيني ده مش كلامي بس، ده كلام الدكتور. شغلانه الصحافه دي هتخليه يلاقي نفسه ويبقى احسن من الاول بكتير. كل ما اتصور ان هو ممكن ما يحققش اللي هو عايزه، مش عارفه بس هيبقى شكله ايه. التشاؤم ده يا دلال، هل عندك شويه احتمال كده احسن، ولا تفضلي في القلق ده طول عمري؟ صباح الخير. صباح النور. تعالى يا هاني، خلصني من تفكير دلال ده. ايه عايزه تحققي ذاتك انت كمان ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا مش بهزر، انا بتكلم جد. فين علا اختك تفرملك؟ والله لو الف واحده زيكم اللي على لساني دايما هقوله مهما كان. شفتي الموضوع اللي عمله فريد مع لطفي مدكور رئيس تحرير؟ معقوله؟ عن ايه يا ترى؟ عن ازمه الاسكان والشقق المفروشه والناس اللي بيقفلوا شققهم ويسافروا والبيوت الصفيح. طيب وما عملوش ليه لوحده؟ ايه من اولها كده ولا ايه؟ ده موضوع صعب جدا، ودايما اي عمل صحفي بيعتمد على فريق العمل. ايه مالك يا دلال؟ في ايه؟ ده انسان مريض يا صلاح. هو متصور بكده ان انا هرجع له تاني؟ بيحبك يا ليلى. انت اكيد بتهزر. لا طبعا مش بهزر، مش دي الحقيقه. يوه يا ليلى، ما تفضليش تسمعي غير صوتك وبس. انت اكبر من انك تبصي للموضوع من زاويه واحده. يعني عاجبك تصرفاته؟ لا طبعا يا ستي مش عجباني، بس تركيبه زي سمير عوني اللي انت عارفاها اكتر مني بكتير مش ممكن هيتصرف غير كده. مشكلته انه مش قادر يفكر في واحده تانية غير اللي عاش معاها ايام الغربه. ما يقدرش يحاسب نفسه على تصرفات زمان، لان زمان بالنسبه له ليه حسابات تانية خالص. بالعكس، انت مش فاهمه ابدا. زمان بالنسبه له كان كل حاجه بيعملها هو صح، والنهارده وهو راجع مش راجع وهو ندمان او بيراجع تصرفاته او حتى بيعتذر، ابدا. ده راجع علشان متشبث باللعبه اللي هو بيملكها. انا مش مختلف معاكي، بس هلوم عليكي برضه، لانك كان لازم تخرجيه بره التفكير ده. كان لازم يفهم ان الجواز ده شركه، مشاركه، تفاهم، تكامل حتى في الخصوصيات. هقول يا صلاح، افضل افهم في الشغل وافضل افهم في البيت. انا مين يفهمني؟ انا بني ادم لحم ومن دم، عايزه اللي يفهمني ويحس بيا. يا ليلى ده قدرنا، رسالتنا اكبر من امكانياتنا البشريه، وبعدين كل شيء له حل. الحل ان كل واحد فينا راح لحاله وخلاص. انا تعبت صلاح، صدقني تعبت. محتاجه لحد يفهمني، محتاجه لحد يحس بيا. ده كتير يا صلاح. صلاح أرجوك ساعدني، أنا تعبت. مش ولا ايه؟ يهمك راحتي قوي؟ طبعا يا مدام. في ايه؟ هو حصل حاجة؟ حصل ولا ما حصلش؟ أرجوك يا نوال، أنا مش عايزة أتكلم في حاجة.
أنا آسفة إني ضايقتك يا مدام. عن إذنك. أول ما عينيا جريت على السطور ما كنتش مصدقة إن هو، مع إني كنت شايفة اسم فريد، لكن أول ما جاء الكلام في التحقيق عن المساكن اللي بتقع والمساكن الشعبية عرفت إن هو فريد. هو فريد بكل اللي شافه وحسه. وده شيء يزعلك؟ أنا مش زعلانة، بس أنا حاسة إن ده مش هيخرجه من اللي هو فيه. يا ستي كلها يومين تلاتة وهيكون قدام عينك تاني. أنا لازم أمشي دلوقتي، عندي محاضرات. هو فريد مش هيروح محاضراته؟ هيجي كلها يومين وهيروح محاضراته تاني. إيه أنتوا ما عندكوش محاضرات النهاردة ولا إيه؟ لسه شوية. أنا بقى عايزة نسخة من الجورنال عشان أوريها للدكتور. دي نسخة دلال، أنتِ تشتري لك نسخة تانية عشان تعمل لنا دعاية. وهو كذلك، عشان اعرف كمان انت بتكتب ايه. انا متاكد تماما ان عمري ما هيعجبك كلامي. انا لازم امشي دلوقتي، يلا باي باي. باي باي. شايفه يا رندا؟ شايفه اسم فريد صغير ازاي؟ واسم لطفي مذكور قد ايه؟ معلش مش هو رئيس التحرير؟ فريد لسه في الاول، بس كلامه سهل وبيدخل القلب على طول. ايوه عم، مين يشهد له غير اختي؟ طب خدي اقري كده. المهم انك اطمنتي. يلا فرديها بقى عشان نروح نحضر المحاضره. المره دي عايزين نخش قبل الدكتور لحسن. انت عارفه انا مش عايزه احضر النهارده يا رام. انا هاخد الجورنال واروح اوريه لاخواتي عشان يشوفوا فريد كاتب ايه. لا بقى هنحضر سوا. واهي علا جت. صباح الخير. صباح الخير. اتاخرتي ليه يا علا؟ راحت عليا نومه، وطبعا سهاني خد العربيه ونازل. طب يلا بينا على المحاضره. هنا بقى لبرك وحواليها طبعا الجناين. في عندنا خدمات، طبعا سينما صيفي، نادي فيديو، ونادي رياضي. يا فوزي انا زهقت، انا نفسي افهم انا دخلي ايه بالمشروع ده. دي مدينتك يا روحي، وانتي لازم تقولي رايك. هو انا في حاله تسمح لي ان انا اقول فيها رايي؟ حالتك كويسه وهتبقى احسن ان شاء الله. المشروع ده بقى هو اللي هيخرجك من ضيقك ومن كل اللي بيحصل ده. مش باين يا فوزي، مش باين. انا حاسه ان انا بقيت عبء على كل اللي حواليا، اولهم انت. ما تقوليش كده يا نادية، انا فداك يا روحي. اوعي تفتكري ان انا زعلان من حاجه. انا ما يهمنيش غير انك انت تبقي احسن واحده في الدنيا. انا عايزك تبقي سعيده ومفيش حاجه ناقصاكي. المشروع ده بقى هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه ويخليكي تهتمي بحاجة تبقى بتاعتك. جايز
جايز فعلا لما اشغل نفسي بحاجه اشوف شكل بيظهر لي ده. انتي مش بتاخدي علاج الدكتور؟ بس لغايه دلوقتي بسمع اصوات بالليل. انا مش عارفه لغايه امتى فوزي هفضل كده. كل حاجه هترجع زي الاول واحسن، بس انتي ما تقعديش لوحدك وفكري في المشروع ده. هفكر اعمل ايه يعني يا فوزي؟ ما انا قلت لك 100 مره ان انا ما بفهمش في الحاجات دي. واحده واحده، احنا هنقدم الاوراق لجهات الاختصاص وبعدين ناخد الموافقه وبعدين يبدا التنفيذ. وانا المطلوب مني ايه؟ تمضي على الورق ده. كل الورق ده انا همضي عليه من دلوقتي؟ تعبنا. تعبنا من ايه؟ من امتى؟ هات 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 انا همضي لك. قولي بس همضي فين؟ هنا. هنا؟ مش همضي، مش همضي يا فوزي على حاجة، مش همضي ومش عايزة مشاريع ولا مدينة ولا تكلمني في موضوع زي ده تاني. معلش يا فتحية، والله عايزة أجيلك بس الظروف ملخبطة شوية اليومين دول. ملخبطة ليه يا شوشو؟ أنت ناقصك حاجة؟ فوزي اتغير قوي يا فتحية، ما بقاش زي الأول. مش عارفة الشغل خد ولا باين انه اتجوز. يا اختي تفهمي من بقك انت بتقولي ايه؟ ساعات بحس انه مش معانا خالص. لا اذا كان على كده بقى هعرف لك قراره من تحت الارض. صحيح يا فتحية؟ طبعا يا حبيبتي، بس سيبيني انا اليومين دول وانا هعرف لك عنه كل حاجه. مش عايزه اشغلك يا فتحية. يا ست اللي هتشغليني ولا حاجه، مالكيش دعوه انت، بس عايزه ابقى اسمع صوتك. ان شاء الله يا فتحية. باي باي. مع السلامه حبيبتي. فلفل. نعم يا ست هانم. اول ما البي يجي يقول له ان انا في الجنينه. حاضر يا ست هانم. ما رضيتش تمضي يا مصطفى. هو حضرتك ما حاولتش؟ ابدا، حاولت بكل الوسائل. ما تقعد واقف ليه؟ تشيك. أنا ما كنتش عايز الرفض ده أبداً. لو كانت مرضت كانت كل حاجة مشيت زي ما رسمت بالظبط. فوزي بيه، اديها فرصة تانية وحاول. الموضوع ده طول وأنا عايز انتهي. اللي هقولك عليه تعمله عشان نخلص. كلامك أوامر يا باشا. أنا مفيش قدامي إلا الدكتور. الإجراءات القديمة لازم نواصلها، لكن من غير مشكلة. أديك شايف إحنا وصلنا لإيه. اطمن، الولد اللي بيشتغل معانا المرة دي أنا واثق فيه. ما كان الراجل اللي ضربته بالرصاص كنت واثق فيه برضه. سعادتك المرة دي أنا حباشر الموضوع بنفسي. كل اللي أنا عملته ده ممكن يضيع والسبب سعادتك، عشان ما أنتش شايف شغلك. ده اللي حصل بالظبط. ده احنا رحنا في ايديه يا فاروق، والمفروض اللي بينا الصراحه وبس. انت زعلان قوي كده ليه؟ فوزي بيه اليومين دول حالته مش كويسه، وانت عارف اتردد قد ايه قبل ما نبدا في موضوع المدام، وكان خايف. انا عارف انه بيحبها، وكان فاكر انه هيفضل كده في امان على طول،
لكن اللي حصل ايه عشان يخاف مني انا بالذات؟ اكيد زلت لسانه مش واخد باله. لا ده قال لي انه خايف لحسن حد من قرايبه يعرفه. وبعدين هو نسي ان انا اللي كنت بدفع عوايد الارض بنفسي وكل مستلزماتها باسمها هي. وبعدين مش انا وحدي بس اللي اعرف اني ملهاش قرايب. طب ايه رايك بقى؟ انا شايف ان خوفه ده في غير محله. ده جوزها يا اخي ومن حقه ان هو يدير كل حاجه. من حقه ازاي بقى؟ الكلام ده لو كانت هي اللي عامله له التوكيل بكده. ما هو معاه توكيل قديم من ايام المرحوم. ولا له اي فايده لو انكشفت الحيله اللي هو عاملها دي. انا قلت الحل من الاول نمضيها على ورقه بالبيع. وهي هتمضي كده عمياني؟ اللي بيعمله ده هو الصح. منه انها توصل لحاله نقدر نمضيها فيها، ومنه انها لو افتكرت حاجه من زمان او جد جديد يبقى من حقه ساعتها انه يحجر عليها طالما بتتعالج. يعني فكرك ما يكونش فيه حاجه ولا يكون الراجل شايل مني؟ يا جدع حرام عليك، انت ليه بس مش واخد باله؟ لا دماغه مشغوله، لا حالته صعبه قوي من دول يا مصطفى. انما تعالى هنا، مين ده اللي بعته ورا حمدي؟ انت مش عارف اوامر فوزي بيه وانا بقدر اعمل حاجه من نفسي؟ ايوه بس ده اخويا يا مصطفى. الاحتياط واجب برضه يا فاروق. مش معقولة، هو فاكرني ايه؟ دي طريقة في منتهى البجاحة. لا طبعا ما يصحش اللي عمله ده. حضرتك لو ما حذرتيش مامته انا هبلغ البوليس انه بيضايقني. بوليس؟ بوليس ايه يا حبيبتي؟ انا هكلم والدته، هو هيفضل يضايق كده كل شوية؟ يا ماما انا كنت هزعق في الشارع والم عليه الناس، مش معقول كل ساعة والتانية يضايقني. لا 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 خلاص يا لولا، انا هتصرف يا حبيبتي، انا هتصرف، بس انت ما تضايقيش نفسك. لولا حبيبة قلبي، ايه رايك تخشي ترتاحي شويه في اوضتك؟ يلا حبيبتي، يلا روح ماما. حبيبتي يا بنتي مش عارف اكتب كلمتين على بعض. سمير، زي ما هتبعت لمامتك فلوس انا كمان عايزه ابعت لماما. وهي برضو والدتك محتاجه فلوس يا ليلى؟
طيب يا ستي، بس مش وقته. أمال وقته إمتى بس؟ اسمعي يا ليلى، إحنا عيلتنا غير عيلتكم خالص. إحنا ناس فقراء وعلى قد حالنا. أنت عارفة الفلوس دي بتعمل لهم إيه هناك؟ ليلى، أنا عايز والدتي تقعد بقى وتستريح، كفاية عليها كده قوي. وبعدين ما تزعليش يا ستي، لو والدتك عايزت أي حاجة أنا مستعدة أبعتلها بنفسي. بالسرعة دي قلبت الموقف وطلعتني أنا اللي غلطانة. استاذية، ما تخافيش يا حسان، اعملي نفسك بتتمشي في الجنينة واستنيني عند التكعيبة اللي هناك. اطلع يا عم حسان، اطلع ما تخافش، اطلع. استاذية ما اقدرش، ما اقدرش، اسمع اللي بقولك عليه وبس. خير، في ايه؟ عبده دلوقتي معاكو؟ ايوه يا ست نادية، كانوا ماسكين لي سلة وحابسين لساني. اتكلم، في ايه؟ الحمد لله، انا كنت فاهم اني مش هقدر انفد من تهديدهم، لكن الحمد لله ربنا ستر. امبارح صفرت العيال واطمنت عليهم وقلت له لازما اقول لك على الحقيقه. وايه هي الحقيقه؟ قول، اتكلم، ايه الحقيقه؟ الحقيقه اللي لازم تعرفيها يا ست ناديه، لازم تعرفيها مهما حصل، واللي يقدروا يعملوه فيا يعملوه. قول، اتكلم، هما مين دول؟ فوزي بيه ورجالته. هما اللي لفقوا لعبده الممنوعات؟ يا ريت يا ست نادي على كده وبس. لا، انت صحتك كويسه قوي، مش عيانه ولا حاجه، صحتك صح سليم. صحيح يا عم حسان، الحمد لله. انا كنت خايفه لو اكون فعلا عيانه واكون بشوف الخيالات دي بجد. لا، ما شفتيش حاجة واصل يا ست، دي مش خيالات، دي الحقيقة، الحقيقة اللي رحت أدور عليها. ولما دورت في اللي فات لقيت اللي فات كتير قوي. مدام نادية، مدام نادية. استخبى أنت دلوقتي، استخبى، أنا هرجع لك تاني، أوعى تتنقل من هنا، أنا راجعة لك. مدام نادية، ايه في ايه؟
مش حضرتك كنت خارجه يا مدام؟ ما انا خارجه طبعا، خارجه دلوقتي. في ايه يا نوال؟ يلا روح انتي. طب تأمري بحاجه تانية؟ لا متشكره قوي، اتفضلي. جابك هنا دلوقتي؟ عم حسين كان هنا، راح فين؟ وديتوه فين؟ انطق. سلامتك يا مدام. انت كل ما تبص في خلقتي تقول لي سلامتك يا مدام. عم حسين فين يا فاروق؟ اتكلم. عم حسين مشي امبارح هو وام عبده. انت بتكذب. ما تكذبش عليا يا فاروق. قول لي عم حسين راح فين؟ صدقيني يا مدام انا مشيته من امبارح. لا مش رايح. هترجع تاني؟ اخوك فاروق كل ساعة يسأل عليك. ما هو مش معقول كده الراجل يقف جنبك وانت تعمل فيه كده. يقف جنبي؟ اسكتي يا اما ما تأثريش على حالي. الله، هو ايه اللي جرى؟ هو ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. انا مش هشتغل مع فاروق، هشوف شغل تاني. وانت هتلاقي شغل تاني؟ احمد ربنا يا ابني انك لقيت مكان يلمك. اما في عرضك حرام عليكي. مكان ايه ده اللي يلمني؟ استغفر الله العظيم. ما انت اللي عامله كده في نفسك. ما انت كنت بتشتغل وساتر نفسك. حتى انت يا اما، هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى عشان ده كله؟ حرامي واختلس من خزنة. عشان غلطت مرة تفضلوا تعايروني؟ ما حدش عايرك يا ضناي، لكن انت هو مش عايز تشوف مصلحتي. مصلحتي مش مع ابنك فاروق ده. امال مع مين؟ مع اللي كنت معاهم في السجن. ما تفوق بقى. انا فايق يا اما كويس. اللي كان معايا في السجن احسن من فاروق واللي بيشتغل معاهم. شوف اللي هيغلط في اخوه. مش انت اللي فاكراها انضف مني؟ لا بقى، ده قلع مني يا اما، قلع مني. طب اهدى بس كده وفهمني انت عايز ايه. مش قبل ما تروح لفاروق كنت دايخ على شغله وما انتش لاقي؟ ما تنساش يا ابني ان انا خايفه عليك. عارف ان ليها صحيفة سواد، بس مش معنى كده ان هفضل في السوابق دي على طول. انا غلطت مرة، مش عايز اغلط تاني. كل ما ابعد الاقي اللي بيشدني زي ما كلها نصبتني. في الأول كنت هرجع الفلوس، بس الجرد جه فجأة. كنت بحتاجهم أيامها، وأنت عارفة الديون كانت مغرقانا كلنا. دخلت السجن وطلعت، كنت عايز أبدأ من جديد، لكن مش عارف يا أم، مش عارف. ألو؟ أيوة يا فاروق. حاضر. أخوك عايزك يا ضناي. قولي له وشيلها، ابعديها عني يا أم في عرضك. حرام عليك يا ابني اللي بتعمله ده. تعال رد على اخوك بس. حاضر.
ايوه فاروق، هروح اعمل ايه بس؟ يوه طيب هروح، بس انا اللي انا عايزه منك انك تريحني. انت بجد ولا بتضحك عليا زي كل مره؟ خلاص يا فاروق خلاص. ايوه فريد، انا رندا. لا انا مش بسال على دلال، انا بطمن عليك. الحمد لله انا كويس. وانا فيها ايه يا رندا؟ ارجوك يا رندا، انا مش عيان ولا حاجه، دي كانت شويه. يا سلام عليك. لا طبعا يا ستي، مش قصدي ازعلك، نفسي مره واحده تفهمين من غير ما يكون في دماغك وجهه نظر دلال. ايه يا استاذ، بطل تبصلي من وجهه نظر اختك، انا ليا وجهه نظر مستقله. طيب طيب طيب، على مهلك عليا شويه، انا بطمن عليك. خلاص مادام انت كويس يبقى انا كويسه. كل اللي بقوله هنا كأنهم بيسمعوه. خلاص ما بقاش في حد ممكن أثق فيه. انت بتتكلمي عن ايه يا مدام؟ مين فيهم بيتصل بيك هنا؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي عن ايه. انا ما كنتش هجيلك هنا تاني ابدا، كنت عايز اهرب لأقل مكان بعيد عن هنا وعن بيتي. بس المشكلة ان انا ما عرفتش اروح فين، ما قدرتش اروح في حتة، كل مكان بيروحوا ورايا فيه، بيطردوني في كل حتة، مش عارفة عايزين مني ايه اكتر من كده. عايزين ايه؟ انا نفسي اعرف بس في حاجة جدت. ساعات بحس ان انت بتشتغل معاهم، وارجع اقول لنفسي مش معقول، مش ممكن كل الطرق تكون اتسدت في وشي بالشكل ده، مش معقول تكون الدنيا بقت سودة كده، مش معقول. لا انت النهاردة في حالة تشاؤم كبيرة قوي، انا عاوزك تحاولي تخرجي من الحالة دي علشان تعرفي تتكلمي. ليه يا دكتور؟ علشان نوصل للحقيقة. بجد انت عايز توصل للحقيقة؟ ولا عايزهم هما اللي يوصلوا للي هما عايزينه؟ هما عاوزين ايه؟ هما خلاص وصلوا للي عايزينه، خلوني اتعالج في عيادة نفسية علشان يحققوا اغراضهم. بس ليه؟ علشان ايه؟ ده اللي مش قادر اعرفه. لا يا مدام، انت كل الناس عندك بقوا في سلة واحدة لغاية ما يثبتوا العكس. بس انت كنت بتثقي فيا. ممكن يا دكتور تصدقني ولو مرة واحدة، بعد كده تعمل اللي انت عايزه؟ تحت امرك. اتصل بالبوليس فورا. ليه؟ علشان يخلصوني من اللي انا فيه. في حاجة حصلت تاني؟ في حاجة اختفت، انا كنت خلاص هعرف الحقيقة كلها، لكن الشخص اللي كان هيقولي عليها دلوقتي معرض للخطر في اي لحظة. مين هو؟ عم حسن؟ مش بقولك انت بتشتغل معاهم؟ يا مدام اهدي بس، بشتغل مع مين؟ فوزي سرحان واللي معاه. يا مدام ارجوكي، انا بشتغل هنا لوحدي، من فضلك ساعديني. لما عرفت منين انه عم حسان؟ مجرد استنتاج.
اهلا وسهلا دكتوره ليلى. اهلا بيك. الدكتور صلاح وصل؟ ايوه يا فندم. طيب حول لي الحالات اللي تبعي. حاضر يا دكتور. وانت ليه خليتي فاروق ده يصدق انك تعبان؟ ساعتها فكرت بسرعه وقلت ممكن يكون حسام مشي وممكن يكونوا خدوه وانا مش هقدر اعمل حاجه. قلت ابعد بتفكيرهم دلوقتي عن حسام، لان انا لو اصريت ان انا شفته ممكن قوي يروح يدوروا عليه في البلد ويتعبوه اكتر. مصدقني يا دكتور ولا برضو لسه متصور ان انا بتخيل؟ انت مش تعرفي البلد كويس؟ طبعا. خلاص يا ستي، انا والدكتوره ليلى زميلتي من الصبح ان شاء الله هنروح معاكي البلد علشان تقابلي عم حسان. بجد يا دكتور؟ بس لو عرفوا ممكن يعملوا اي حاجه. مش لازم يعرفوا، بس عاوزك توعديني بقى ان لو كل اللي بتقوليه ده طلع من خيالك نسمع الكلام ونمشي على العلاج. برضو مش مصدقني يا دكتور. مدام نادية، الفرق بين الواقع والخيال شعرة رفيعة جدا. مش بعيد كل اللي بتقوليه يكون صح والعكس برضو. يا دكتور اقسم لك. من غير قسم. انا مش عاوزك تفكري في اي حاجه لغايه الصبح. دكتور لو دي كانت الحقيقه هتعمل ايه؟ مساله هعمل ايه دي مش مهمه دلوقتي، المهم نمشي واحده واحده لغايه لما نوصل للحقيقه. خايفه قوي. خايفه من الحقيقه؟ لا، خايفة لا يزيفوا الحقيقة دي وما صدقش حتى نفسي. العربية مش موجودة؟ أنت متأكدة إنك جيتي بيها؟ مفاتيحها معايا هي يا دكتور. اهدي بس مدام نادية، دكتور صلاح نبلغ البوليس. لا نبلغ البوليس إيه؟ تعالوا نبص على العربية الأول. أنت برضو مش مصدقني. يمكن تكوني ركنتيها في حتة تانية، تعالوا بس. تعالوا. ما كانتش موجودة. اهدي بس يا مدام نادية، تعالي استريحي فوق. معلش حصل خير؟ جايز ما خدتيش بالك؟ جايز، كل شيء جايز، كل حاجة بقت جايز. جايز كمان انا بخرف، هم عايزين يوصلوني لكده. استني بس، انت هتروحي في الحالة دي ازاي؟ ايوه هروح. طبعا حضرتك لغيت معاد بكرة. ليه؟ علشان اللي حصل ده. لا طبعا احنا على معادنا بكرة. متشكرة يا دكتور، عن اذنك. مع السلامة. خلي بالك وانت سايقه. يلا. عشان تفتكر كويس. ها فوزي ماما ما بيحبش الكلام كتير. حمدي اتاخر قوي النهارده يا فاروق. ايه المهم، راح ولا ما راحش؟ عمل مطلوب منه يا سعاده البيت. انا عايزكم تفتحوا عينيكم كويس اول الايام ديت. على فكره فوزي بيه زعلان منكم قوي من اللي حصل في الفيلم.
وعايزكم تخلوا بالكم المره الجايه. وانت عملت ايه عارف في الجدع ده اللي اسمه حسان؟ اطمن حضرتك كل اللي امرت بيه سعادتك. احنا عملنا اللي يضمن لنا اي احتمالات بعد كده. مش عارف ده دخل الفيلا ازاي. اكيد سهل بواب الجديد ودخل. خلينا في المهم، احنا مش عايزين يحصل اي تطورات في الموضوع. احنا لازم دايما نكون مستعدين. الحمد لله على سلامتك يا مدام. الله يسلمك. فوزي ما جاش؟ لا. تحب احضر لك العشاء؟ لا ماليش نفس، انا طالعه اوضتي انام، مش عايزه حد يقلقني. حضرتك دايما مشغول يا بابا، يعني اعمل ايه؟ انت اللي بقيت بعيد عني، كنت كل يوم بتيجي تسألني عن الشغل. حضرتك عارف الدراسة يا بابا. يا بابا الباشمهندس هاني مشغول حتى عن أخته علا. إيه بس يا ماما؟ هو الواحد مش لازم يقول اللي هو اللي عليه؟ أنا عايزك السنة دي ترفع راسنا عشان تبقى تيجي تريح لي شوية. إن شاء الله يا بابا. إياك بس الباشمهندس ما ينساش الهندسة بعد البكالوريوس علا. وينساها ليه؟ عشان ما بيحبهاش. وبعدين معاكي ممكن تاكلي من سكات. أنا قلت حاجة يا ماما؟ يعني أنت اللي فالحة قوي ماما. ايه رايك في كلام اختك ده يا هاني؟ رايي في ايه بس يا بابا؟ حضرتك عارف عمرها ما بتقول جمله مفيده. انا هاني انا مش عايز منكم غير انكم تنجحوا في دراستكم. فوزي خلي الولاد تاكل. وبعدين يا شكري سيبيني اعرف اتكلم مع الولاد شويه. ما هو لا انت هتعرف تاكل ولا هم هيعرفوا ياكلوا. خلاص يا هاني اتفقنا. وانت يا علا؟ انا ايه، انا لسه في سنه اولى، ويعني يعني لو حصل حاجة هبقى انقل من الكلية. حاجة ايه بقى؟ مش مجموعك ده اللي دخلك الكلية؟ يا بابا الدراسة متعبة قوي. اداب متعبة؟ ده انت تتعبي ده. انت هتقولي يا ماما؟ يا سلام. نسمع كلام دلال وما نطولش لساننا. خلاص يا بيه تيجي تقابل الناظر. يا حبيبي انا مش قلتلك هجيلك المدرسة وحابله؟ اسكت بقى. لا معلش انا هروح اشوف هم عاوزين ولي امره ليه. عشان خاطر مصاريف المدرسه. انت مش دفعت الفلوس اللي انت خدتها؟ ايوه لكن عايزين فلوس مجلس الاباء. طب كمل اكلك. شبعت. شبعت ده ايه؟ كمل اكلك والا هبلغ حضره الناظر. احنا مش هنخلص بقى من الناظر بتاعك ده. ربنا يستر بقى. انا هروح اشوف هم عاوزين ايه. المشكله ان عمي فاهم ان ده حق، ومجرد المناقشة في الموضوع ده معاه يعتبرها جريمة. وراندا رأيها ايه في الموضوع ده؟ ده سؤال. قصدي يعني مشاعرها تجاه ابن عمك ايه؟ طبعا مفيش في دماغها اي حاجة، بس وجود عمي عندنا في البيت عامل لها مشكلة. بس انا رأيي انك تهديها وتبعد عن دماغها الكلام ده كله، دي لسه صغيرة على ده كله. ايه الجوازة اللي انتوا عايزين تجوزوها لها دي؟ ده كله مفهوم، اصلك انت ما تعرفيش عندنا في الارياف بيعملوا كده الاهل مع بعضهم. فض مجالس يعني. مشكله ومش عارف اواجه عمي ازاي لانه افضله فعلا عليا. مش كفايه كده يا فوزي؟ احنا بقينا قرب الفجر. ايه اللي قلقك بس يا شكريه؟ بصي شوفي انا عملت لكم ايه. وده وقته؟ انت كل ما بتقعد قدام الكمبيوتر ده بيركبني العصبي. مضايقك في ايه بس؟ ده بيوفر عليا وقت كتير جدا. ما تسيب الحاجات دي لحد من الموظفين اللي عندك. دي حاجات ما حدش لازم يعرفها غيرنا يا شكري. وعملت ايه بقى يا سيدي؟
عملت لك حسابات منفصلة انت والأولاد، بس ما يجيبش ان الأولاد تاخد خبري. وليه السرية دي؟ اسمعي بس يا شكري، لما تحبي فلوس خدي من الخزنة دي وسيبي حسابك ده على جنب. طب وليه ما تفهم؟ مش عارفة انتي، الاحتياط واجب برضو، احنا كده ماشيين في السليم مأمنين نفسنا. انتي اصلك ما عندكيش فكرة عملوا ايه في اللي حوالينا. فجأة جهاز الكسب غير المشروع اصدر قرار وتحفظ على املاكم. طب ما تفهمني انت بتعمل ايه؟ انا عايزة اساعدك في حاجة. تساعديني؟ تساعديني في ايه؟ انتي لو شفت الارقام دي مش هتصدقي نفسك. انت نسيت اني محاسبة؟ انا لو كنت فضلت في مكتب التوكيلات كان زماني عملت اللي ما تقدرش تعمله. ايه ده؟ مش كفاية مريحك على الاخر لا شغلة ولا مشغلة؟ ايه؟ والله من بكرة انزل ووريك الشغل على اصول. لو على ايه؟ خدي وريني، وريني هتعمل ايه. رصيد ايه ده يا فوزي؟ ده رصيد حبنا يا شوف. خلي بالك. مع السلامة يا فريق. بكر. ايه يا سعادة البيه؟ خلي بالك وفتح عينك كويس قوي. حاضر يا سعادة البيه.